السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي خوتي خواتاتي. إن شاء الله تكونوا كاملين لاباس، إن شاء الله كاملين تكونوا بون سونتي. مباراة يوم أمس بين المنتخب المغربي والمنتخب البوركينابي، يعني منتخبين قويين، وتلقيت يعني حوالي أكثر من 65 رسالة يطالبوني سواء في الإيميل أو في الإنستغرام، يطالبوني بقيام ردة فعلي وتعليقي على المباراة يوم أمس. لذلك راح نلبي لكم طلبكم وراح نشاهد هذه المباراة. ما عليكم غير ديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو هذه وماكسيموم، وتروحوا الإنستغرام تاعي وتشتركوا. يلا نشوفوا أداء حاليلوزيتش مع المنتخب المغربي في أول مباراة له، في أول يعني امتحان له مع المنتخب. يلا نشوفوها مع بعض خوتي خواتاتي. اوكي، هو اللاعب بوفال، يعني الملعب غير ممتلئ طبيعة الحال لأنها مباراة ودية. اوكي، فيصل فجر حارس المرمى، يعني المنتخب المغربي على حسب ما اعتقد اسماء كلها حاضرة. هاو مرابط، الانطلاق، اوه العرقلة واضحة. اليوم وانتو يعني شوف نور الدين مرابط، انا نخمم نور الدين مرابط يعني لو يغيب عن المنتخب المغربي من يقود الجهة اليمنى؟ يعني صراحة عنده دور كبير في الجهة اليمنى. طبيعة الحال المنتخب المغربي يعني يحاول استرجاع الثقة بعد كأس أمم إفريقيا الماضية في مصر. مباراة ودية ضد منتخب قوي صراحة، بوركينا فاسو راه منتخب قوي، ليس بالمنتخب السهل. تراوري توزيع دخل المدافع، هاي دكة بدلاء المنتخب المغربي الحاضرة في هذه المباراة، أسماء لا بأس بها. بيتروي بان لاعب خطير جدا، سرعة وفنيات وإمكانية، ولكن نبيل درار عنده كلمة أخرى. ولولو يا مرابط، زياش بابا زياش يعني حاول يرجع خاصة ثقة الجماهير المغربية بعد الكان. يعني ها هو اللاعب حارث، هاي الكرة فجر يسقط هنا. شوف كرة شابة، اي وشوف يعني الامكانيات تاعهم الفنيات. يعني الناس كي يسمعوا بوركينا فاسو يقولوا منتخب ضعيف، ولكن منتخب بوركينا فاسو هو منتخب كبير. حارث الان، هيلا 1-2، جميلة جدا. يعني لقطة من أجمل اللقطات لحد الآن اللي داروها في المباراة هذه. 1-2 ثلاثية مثلث تيكي تاكا على طريقة البرصة، ولكن الفينيش ما كانش مثالي. هاي كورة الآن بوركينا بي، الدفاع يدخل ممتاز، أحسن فعل. هذا التراوري، هذا رائع، تراوري خطير. درار تحس نوعا ما أن المدافعين المغاربي غير متفاهمين في هذه اللقطة الماضية. يلا ممتاز. بونو هذا الحارس المحترف، حارس ممتاز صراحة. يعني هاي البونو، بوركينا فاسو كرة عالية خطيرة من عند تشارلز كابوري، يدخل الدفاع. هاي كرة واحدة أخرى الآن، هاي مرابط، شوف الانطلاقات مرابط، بسم الله ما شاء الله على نور الدين مرابط. الله يحفظه من العين مرابط. هاي كرة جميلة، هاي صعبة. كرة خطيرة الآن مرة أخرى، تراوري بيتروي بابليتو، يعني يا حاليلوزيتش يحاول فك شفرة المنتخب البوركينابي. شوف بيتروي با. بونو يسترجع الكرة. لا يا مرابط، ابقى في الإطار يا مرابط. زياش ممتازة، هيلو تمريرة نوعا ما في خلف اللاعب درار، كرة عالية الآن، عالية ممتازة، لكن يدخل المدافع البوركينابي حاليلوزيتش بطبيعة الحال حائر، يبحث على السم القاتل لكل يعني منافسي المنتخب المغربي. زياش ممتازة ولكن بعيدة نوعا ما، الفكرة كانت مليحة. فجر مرة أخرى، فجر مليحة فيصل فجر، مليحة. يعني بطبيعة الحال كيكون مدرب جديد الجماهير المغربية تكون تنتظر يعني روح جديدة للفريق، وتكون تنتظر وجه جديد للفريق. ولكن نقول لكم حاجة،
يعني ولا منتخب مع أي مدرب يعني قام بالتغيير الجذري في مباراته الأولى. حاليا لوزيتش عندما جاء المنتخب الجزائري يعني كان عنده إخفاق مع المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا الأولى اللي لعبها، ثم بعد ذلك عاد وقام وصل المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني من كأس العالم. يعني هاي صعبة، هاي صعبة. شوف السرعة، السرعة كبيرة جدا، والعودة موفقة من هذا اللاعب. من هو هذا اللاعب فيصل فجر؟ تدخل في اللحظات الأخيرة ويعني استماتة. أو بيتروي با الخطير، بيتروي با ممتاز المدافع. أو نبيل درار، نبيل درار، نبيل درار، مرابط إلى زياش، زياش الله يا زياش. نتمنى أنه يسجل زياش، نتمنى أنه يسجل زياش، لأن يعني محتاج من زياش أنه يبين إمكانياته التامة من دون ضغط ومن دون خوف ومن دون يعني معنويات نازلة، لأنه يعني بحاجة إلى استرجاع الثقة مع المنتخب. لو دير مرابط يعني قوته البنيوية هذه قوته الجسدية يعني. زياش، زياش، زياش يسترجع الثقة الآن. شوف ما يحتفلش يعني، إن دل فإنه يدل على أنه يعني حس بالحذف، حس بالحلقة اللي بوم. زياش ممتاز يا زياش، ممتاز، ممتاز يا زياش. وكان رد على كل من انتقده. ما فيش هدف ولا وش؟ اوه حتى انا توقعتها في الشبكة. اني شوف يعني ما احتفلش. الله على غبائي، الله سامحوني اخوتي، يعني تحمست من دون اللازم. والله اعتقدت انها في الشباك، سبحان الله. تسديدة كانت، كنت اعتقد بانها داخل الشباك، ويعني رفض الاحتفال بسبب الانتقادات. معلش، هاي كرة لنا، كرة بوركينابية خطيرة في العمق، ولكن بنو أقرب، ممتاز. زياش هاي الكرة، هاي الكرة، مرابط بعيدة ولكن كان تسلل، وبي تسلل. هاي كرة درار، خطأ 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 سيدي الحكم، خطأ. ضربة جزاء، ضربة جزاء مغربية، يعني ضربة جزاء لنبيل درار. أوه يا زياش، اوه 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 يا حكيم يا زياش. يعني بطبيعة الحال راح يبقى يشعر بأنه غير محظوظ، وراح يبقى يشعر بأنه يعني ماهوش موفق مع المنتخب المغربي. ولكن أنا أقول لكم أن هذه الأمور تحدث في كرة القدم، تحدث هذه الأمور في كرة القدم صراحة. يعني إحنا راح نربطوا هذا الشيء، ممكن نربطوه بالعين ولا نربطوه بالسحر ولا حاجة من هذا الشيء، ولكن أنا أقول لكم بأن هذه الأمور يوقع في كرة القدم. حارث ممتاز، هذا اللاعب فنان رائع صراحة. حكيم زياش الآن يواصل المحاولة، يواصل الإصرار، يواصل بلوغة. ونوردين مرابط الآن، مرابط ممتاز، مرابط توزيع هايلو. يعني المنتخب المغربي عنده أمين حارث واحد من أكبر اللاعبين في هذا المنتخب الحالي صراحة. تراوري ممتاز، ممتاز، والحارس بنو أمتز وأروع وأرقى واجمل. ليك ليك ليك، بوم بوم، ريفلكس ولا اروع، ريفلكس في المستوى. تعرفت يدخل الان، عودة تعرفت الى المنتخب، تعرفت المهاجم الخطير، تعرفت المراوغ الكبير. يلا يا تعرفت، بسم الله ما شاء الله لا تعرفت. هاي خطيرة، شو السرعة، يعني سرعة كبيرة للمهاجمين. حارس المحمدي هذا قام بتغيير الحارس، ريفلكس والاخر قوي جدا. هاي بركينابي الان، كورة شرق بوري تراوري، لكنها سهلة عند المحمدي، سهلة عند المحمدي. شرق بوري بطبيعة الحال اللاعب الكبير في المنتخب البوركينابي، معروف يعني لعبنا. لا 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 لا، خلل بين المدرب المغربي والبوركينابيين. يعني هذه الامور تشوفها في افريقيا بطبيعة الحال. كورة كانت قوية جدا. يا محمد يا يا محمد يا يا محمد يا، غير محظوظ في هذه الكرة بتاتا. اخطاء توقع طبيعة الحال، يعني المحترف يفهم الاخطاء، يعني اخطاء توقع في كرة القدم صراحة. معلش معلش، خلال يا محمد يوقع لأي حارس مرمى في العالم، حتى دوين فوندير صار وسجلوا له هدف مثل هذا الهدف، ديخيا وسجلوا له هدف مثل هدف، كورتوا وسجلوا له هدف مثل هدف. يعني لا علاش، حتى فوزي شوشي عندما كان في احسن فورمه له سجلوا له هدف منتخب سلوفينيا، هدف سهل. زياش، انا اتمنى انه زياش يسجل هدف صراحه،
اتمنى من زياش تسجيل هدف، لانه صراحه يعني راهو في واحد الحاله معنويه مع المنتخب، يعني حاس به بلي راهو يشعر بانه غير محظوظ. ولورو مرت الكره بجانبه، اي كره، كره جميله، كره جميله، كره جميله، كره جميله، هدف تعادل، هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل. من سجل هدف تعادل؟ زهير فضال لاعب ما نعرفوش سجل هدف تعادل للمنتخب المغربي في الدقائق الاخيره، والهدف الاول يعني طبيعي الحال هدف يفرحوا به، لانه يعني منتخبهم، ولانه يعني مباراه في بلدهم وفي ملعبهم، ويعني المباراه صعبه ضد المنتخب البوركينابي، والمنتخب المغربي بحاجه الى نتائج ايجابيه من اجل كسب ثقه الجماهير مره اخرى، ومن اجل كسب الثقه في نفوسهم. يعني بصراحه هذه المرحلة نعرفها جيدا أنا، هذه المرحلة نعرفها لأنه منتخب بلدي مر بها، يعني عندما جاء خليل وزيد شاركنا في كأس أمم إفريقيا وكان مشاركة غير موفقة بتاتا، ولكن العمل تاع المدرب ما يظهرش من المباراة الأولى، وإنما يظهر مع الوقت. يعني خليل وزيد أنا متأكد أنه راح يقوم بفك شفرات المنتخبات اللي راح تلعب ضد المنتخب المغربي، لأن يعرف يعني طريقة عمله. ديجا شوف الانفعالات تاعو في الملعب تدل على أنه يعني منغمس في المباراة ومنغمس في أداء المنتخب. يعني تعادل لا بأس به في مباراة ودية، نتمنى كل التوفيق لكل منتخباتنا العربية المسلمة. نلتقي في فيديو قادم، شكرا لكم على التعليقات الإيجابية، وشكرا لكم على الرسائل الإيجابية والتحفيزية. ما عليكم غير تعليقوا في أسفل، بارطاجوا الفيديو تاعو ماكسيموم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.